نحن نكتب لكم من قلب فلسطين مدينة الخليل. نحن نعمل كمدافعين عن حقوق الإنسان ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي باستخدام المقاومة الشعبية السلمية. تم اعتقالنا بسبب مشاركتنا وتنظيمنا لمظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب بإعادة فتح شارع الشهداء. الحصول على حقوقنا حسب القانون الدولي، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعمهم، إنهاء الإغلاقات وسياسة الفصل العنصري وفتح جميع الحواجز، إسقاط الجميع التهم في المحكمة العسكرية عني وعن زميلي فريد الأطرش. الاحتلال الإسرائيلي يريد إخافتنا وتهديدنا وكتم أصواتنا ويحرمنا من ممارسة حقنا في التظاهر والاحتجاج السلمي ضده. شكرا لكم لوقوفكم معنا، المحامي فريد الأطرش والمهندس عيسى عامر.